وكان عمر رضي الله عنه يكرم الحسين، فلما جاءه ذات يوم وقد خلى عمر بمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، جاء وابن عمر ابنه عبد الله ابن عمر عند الباب ينتظر أباه حتى يفرغ من خلوته مع معاوية. فلما رأى الحسين أن عبد الله ابن عمر رجع معه، فقال عمر رضي الله عنه: لما لم تدخل؟ فقال: رأيت ابن عمر رجع فرجعت. فقال: أنت أحق بالإذن من ابن عمر، أو أنت أحق بالدخول من ابن عمر. هذا كله من باب إكرام آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام.